السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسام خلف ودي قناة صحتك في خمسة. دواء الجلوكوفاج أو الميتفورمين يعتبر من أشهر أدوية علاج سكر الدم من النوع الثاني، ولأنه دواء فعال جدا ومفيد جدا موجود في معظم أدوية علاج السكر زي جلوكوفانس، زي الجلايبوفين، زي الجليبتس بلس، زي الجينومت، زي الجلفاس مت. النهاردة هنعرف مع بعض إيه الجرعة الصحيحة بتاعة الميتفورمين، ويتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل، إيه تأثير الميتفورمين على الكبد وعلى الكلى وعلى عضلة القلب، هل الميتفورمين أو الجلوكوفاج بينزل الوزن، وهل ينفع يستخدم كدواء للتخسيس ولا لا؟ في الاول لازم اعرف ان انا كمريض لسكر الدم اقدر اتحكم في سكر الدم بتاعي عن طريق حاجتين قبل ما اخد اي دواء. الحاجة رقم واحد ان انا بمارس نشاط رياضي معتدل زي المشي كل يوم لمدة 30 دقيقة، ودي حاجة بسيطة جدا يقدر اي حد ان هو يعملها. الحاجة رقم اتنين ان انا اقلل محتوى الكربوهيدرات في الاكل بتاعي، يعني الاكل بتاعي يكون ما بيحتويش على رز كتير ولا مكرونة ولا محشي ولا حاجة ساقعة ولا قطعة تورتة او قطعة جاتوه ولا حلويات مسكرة، يكون في توازن بين الاكل اللي انا باكله وجرعة الدواء اللي أنا باخدها والنشاط الرياضي والحركة اللي أنا بمارسها. دواء الجلوكوفاج من الأدوية المفيدة جدا للتحكم في سكر الدم، لأنه بيشتغل عن طريق ثلاث حاجات. الحاجة رقم واحد أنه بيقلل الهيباتيك جلوكوز أوتبوت، أنه بيقلل إنتاج الكبد للجلوكوز، وعشان كده من الحاجات المهمة جدا في التحكم في نسبة سكر الصايم. الحاجة رقم اتنين أنه بيقلل مقاومة الإنسولين داخل الخلايا، والحاجة رقم ثلاثة أنه بيمنع امتصاص أو بيقلل امتصاص الجلوكوز داخل الجهاز الهضمي. عن طريق الثلاث خطوات دولت الميتفورمين والجلوكوفاج بيساعدونا على التحكم في نسبة السكر الصايم ونسبة السكر العشوائي ونسبة السكر التراكمي. الجلوكوفاج او الميتفورمين بيعمل اثر جانبي اسمه اللاكتيك اسيدوزس، وده بيبقى بالعربي كده هو زيادة نسبة اللاكتيك اسيد داخل الدم. ونسبة اللاكتيك اسيد لما بتزيد داخل الدم بتسبب شعور بالاجهاد والم في العضلات، بتعمل اصفرار وشحوب في لون الجلد، بتخلي ريحة الفم فروتي، يعني بتبقى ريحة فواكه، وفي نفس الوقت بتعمل سرعة في ضربات القلب وصعوبة في التنفس. وعشان كده مريض سكر الدم اللي بياخد الميتفورمين غالبا بيشتكي من ألم في العضلات. وده ياخدنا النقطة مهمة جدا، وهو تأثير الميتفورمين على الكلى. طبعا الميتفورمين بيرفع نسبة اللاكتيك أسيد داخل الدم بنسب قد تكون بسيطة، ولكن زيادة نسبة اللاكتيك أسيد داخل الدم بتزود الحمل على الكلى، لأن هي المسؤولة عن إخراجه من الدم. وعشان كده أي مريض سكر الدم عنده وظائف الكلى متأثرة، يعني السيروم كرياتينين بتاعه أقل من 1.4 بالنسبة للسيدات أو 1.5 بالنسبة للرجالة، من المفترض ان هو ما ياخدش الميتفورمين او ياخده فيه جرعات بسيطة جدا. الحاجة التانية المهمة برضو ان مريض الكبد اللي عنده وظائف الكبد متأثرة بشكل كبير ما ينفعش ياخد الميتفورمين. والحاجة رقم ثلاثة زي ما قلنا ان اللاكتيك اسيدوزس بتسبب سرعة في ضربات القلب، وبالتالي مريض القلب اللي هو عنده حالة القلب غير مستقرة يفضل ان هو ما ياخدش الميتفورمين ويستبدله بنوع تاني من انواع ادوية علاج سكر الدم. يعني نفهم من كده ان دواء الميتفورمين وحش وليه اثار جانبية كتيرة، على العكس تماما دواء الميتفورمين من الادوية المفيدة واللي بتساعدنا على التحكم في سكر الدم بكل القياسات بتاعته، ولكن لازم ناخد بالنا من الاثر الجانبي دوت، ونقدر نقلل خطورة حدوث اللاكتيك اسيدوزس عن طريق تقليل جرعة الميتفورمين او الدواء، عن طريق برضو ان احنا نقلل نسبة الكربوهيدرات، وبالتالي الدواء اللي احنا هنحتاجه عشان نتحكم في نسبة السكر هيكون قليل. الحاجة رقم اتنين ان انا ما بذلش مجهود رياضي عنيف لفترة طويلة بدون ما اخد فترات راحة في النص. الحاجة رقم تلاتة ان انا احافظ على شرب سوائل بشكل كبير، واحافظ على الجسم بتاعي هايدريتد، ويفضل ان انا استخدم يا اما جرعة بسيطة من الجلوكوفاج مع دواء تاني زي ما موجود في الجلفازمات، زي الجليبتس بلس، زي الجينومت، يا اما اخد الفورما اللي هي الاكستندد ريليز او الجلوكوفاج اكس ار، يا اما اخد الجرعة البسيطة اللي هي الجلوكوفاج 500. الميتفورمين برضو بيعمل نقص في فيتامين B12، وغالبا مرضى سكر الدم اللي بياخدوا الميتفورمين او اي دواء لعلاج السكر فيه الميتفورمين بياخدوا معاه دواء فيتامينات B12 زي الملجا، زي دلتا فيت B12 او الحقن ديبوفيت. باقي الاثار الجانبية بتاعت الميتفورمين بتكون بسيطة خالص، وهي عبارة عن مغص وانتفاخات وجي اي تي ابسط، ده بيروح مع الوقت بعد اسبوعين من الاستخدام المنتظم للدواء. والجرعة القصوى بتاعت الميتفورمين هي 2550 ميلي جرام في اليوم، ويفضل ان احنا ناخدها قبل الاكل. نيجي للسؤال المهم، هل الجلوكوفاج بينزل الوزن وهل ينفع يستخدم كدواء للتخسيس؟ في الحقيقة الجلوكوفاج من الحاجات اللي عليها ابحاث كتيرة انها صحيح بتنزل الوزن، ولكن نزول بيكون بسيط جدا، وعشان الاثار الجانبية اللي احنا قلناها من شوية ما ينفعش نستخدم الجلوكوفاج كدواء للتخسيس، وخاصة مع وجود ادوية تانية زي الاورلستات فعالة بشكل كبير جدا في تنزيل الوزن، وفي نفس الوقت
الوقت ملهاش الاثار الجانبيه ديت. نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومه مفيده عن دواء الجلوكوفاج، ونتمنى لحضراتكم كل صحه وعافيه، وما تنساش تتفرج على باقي حلقات علاج سكر الدم على قناه صحتك في 5.